بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا. باعثة الرسالة إحدى الأخوات تقول المرسلة ميم عين: أختنا عرضنا لها بعض القضايا في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل يجوز أن نقرأ من المصحف في صلاة التراويح في رمضان، بحيث نبدأ في أول ليلة من رمضان بقراءة الجزء الأول من المصحف لعدم حفظ جميع الأجزاء، ثم نستمر هكذا إلى نهاية الشهر؟ هل يعتبر هذه القراءة صحيحة ومجزية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن قراءة القرآن كاملا في صلاة التراويح من أول الشهر إلى آخره مطلوبة، وفيها أجر عظيم إذا صلحت النية، ولا بأس بالقراءة من المصحف إذا كان الإمام أو المصلي لا يحفظ القرآن، فلا بأس أن يحمل معه المصحف وأن يقرأ منه، لأن هذا أمر كان معروفا عند السلف. كان هذا الأمر وهو القراءة من المصحف في صلاة التراويح معروفا في قيام الليل، كان معروفا عند السلف، فلا بأس به من أجل الحاجة. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا فتقول: هل الوضوء للصلاة مرة واحدة يعتبر وضوءا صحيحا إذا كان سابغا لجميع الأطراف، أم أنه غير مجزئ؟ الوضوء غسل الأعضاء مرة واحدة هذا هو الواجب، ويجزي ويحصل به المطلوب، تصح به الطهارة إن شاء الله، وما زاد عن الواحدة فإنه سنة. غسل مثلا غسل الوجه ثلاثا هذا سنة، غسل اليدين ثلاثا هذا سنة، غسل الرجلين ثلاثا هذا سنة، التثليث سنة، والمرة الواحدة لا بد منها، وإذا كانت رافية وسابغة على العضو فإنها تكفي، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، هل يؤثر ذلك على الوضوء شخصا؟ لا يؤثر على الوضوء، لا بأس، لا بأس، ولكن كونه يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا هذا هو الأكمل والأفضل. اللهم صل. جزاكم الله خيرا. هل الاغتسال بالصابون المعطر يؤثر على الصيام؟ لا يؤثر على الصيام، ولا بأس أن الصائم يتطيب بالعطورات، إنما الممنوع هو البخور، لأنه دخان يتصاعد إلى الأنف ويدخل إلى الدماغ وينشط الإنسان، هذا هو الممنوع. أما بقية الأطياب سائلة فلا بأس باستعمالها في الصيام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: هل من نصيحة لي وللمسلمين فيما يقوم به الناس اليوم كالمآكل من الإسراف والتبذير من مال الميت الذي قد يكون ورثته في حاجة ماسة لهذا المال، وكذلك أرجو توجيه نصيحة لما تقوم به النساء من لطم الخدود والنياحة على الميت وتحديد السنة وما أشبه ذلك، جزاكم الله خيرا. إقامة المآتم أمر باطل، إقامة المآتم على الأموات أمر باطل من كل الوجوه، ولا يجوز إقامة المآتم في الإسلام لما تشتمل عليه من المحرمات: أولا أنها بدعة في الإسلام، وثانيا أنها تعبر عن الجزع عن الميت وعدم الصبر على المصيبة، وهذا خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به، إن الله أمر بالصبر عند المصائب، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين،
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الله بكل شيء عليم. قال بعض السلف: من يؤمن بالله يهدي قلبه، أي إذا علم أن هذه مصيبة من الله فإنه يرضى ويسلم، يرضى ويسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وثانيا وثالثا أن هذه المآتم كما ذكرت السائلة أن فيها أكلا للمال بالباطل، وظلما وعدوانا على الورثة، لا سيما إذا كانوا قصارا وأنفق على هذه المآتم من مال الميت، فإن هذا ظلم للورثة وأكل للمال بالباطل، لأن هذا المال أصبح للورثة، لا يجوز إنفاقه على هذه المآتم. ورابعا ما ذكرته السائلة من لطم الخدود وشق الجيوب، هذه كبائر من كبائر الذنوب، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقاوم يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جهر. وقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاق. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، هذه من أمور الجاهلية. والله أمر بالصبر عند المصائب، صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، والرضا بقضاء الله وقدره، واحتساب الأجر من الله عز وجل. وهذه المظاهر الباطلة من إقامة المآتم وغير ذلك مما يعتاده الجهال أو المبتدعة، كلها أمور باطلة لا تجوز، لا تجوز إقامتها لا في الأسبوع الأول ولا في ما بعد ذلك، ولا على مدار السنة ولا غير ذلك، كلها باطلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أن مما يحدث أيضا في المآتم تعذيب محاسن الميت والتسخط أيضا من قضاء الله وقدره، فهذه الأمور أصبحت منتشرة في كثير من بلاد المسلمين، فما هو توجيه فضيلة الشيخ؟ هذا داخل فيما سبق من منكرات المآتم، لأن تعداد محاسن الميت هذا من النياحة، تعداد محاسن الميت هذا من النياحة، لأنهم كانوا في الجاهلية يقولون: وعبداه وناصراه وكذا وكذا، ويعددون محاسن الميت. وجاء في الحديث أن الميت يعذب بما نيح عليه، يعذب في قبره بما نيح عليه، فهذه أيضا إساءة إلى الميت في قبره، تعداد محاسنه ونياح عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لما يعذب به الميت بسبب النياحة، هل هناك فرق شيخ صالح بين من رضي بذلك ومن لم يرضى؟ من أوصى بهذا في حياته، نعم، لا شك أنه رضي بذلك، نعم، وأمر به، فيكون آثما أشد الإثم، كما قال الشاعر: إذا مت عن عيني بما أنا أهله، بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي. كانوا في الجاهلية يوصون بذلك، يعتبر الميت الذي أوصى بذلك في حياته مشاركا لهؤلاء في الإثم والعقوبة والعياذ بالله. لكن إذا لم يوصي به ولم يأمر به وفعل، ظاهر الحديث أنه يعذب أيضا بما نيح عليه حتى ولو لم يوصي به، هذا هو ظاهر الحديث، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن تنصحون المسلمين بأن يوصوا بعدم النياحة عليهم حتى يسلموا من هذا العذاب؟ طيب، إذا أوصى الإنسان أقاربه وأوصى إخوانه بأن يعملوا السنة عند وفاته، وأن يتجنبوا البدع والمنكرات والنياحة وذلك، فهذا طيب، هذا يكون قد أدى واجبا. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: عندما كنت طالبة في القسم الداخلي احتجت إلى بعض المال، فأخذت من إحدى صديقاتي هذا المال، وكان هذا في نهاية الدراسة، وانتهت الدراسة ولم أعطي هذه الصديقة ما أخذت منها، ليس عمدا أي قصدت ألا أرد إليها هذا المال، ولكن لعدم قدرتي على رد هذا المال في ذلك الوقت، والصديقة لا أعرف بيتها ولا عنوانها الآن، فماذا علي أن أفعل حتى أتخلص من هذا الدين؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. عليك بمراجعة المدرسة
التي درست فيها هذه الصديقة، لأنها تكون مسجلة ومعروف عنوانها ومكانها عند أهل المدرسة. راجع المدرسة واسألي عنها وتهتدين إليها إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة بتوقيع: مستمعون يسألون سؤالين. في أحد الأسئلة يقولون: صلينا خلف إمام، إذا سلم قال السلام عليكم ورحمته، السلام عليكم ورحمته، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، لأن هذا خلاف الوارد. الوارد السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الوارد. فالإتيان بالضمير ضمير الغائب السلام عليكم ورحمته، هذا خلاف الوارد. نعم، جزاكم الله خيرا. تسمع بعض المصلين شيخ صالح يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فما هو توجيهكم؟ هذا خلاف المعروف عند كثير من أهل العلم. المعروف عند كثير من أهل العلم، نعم، والذي تدل عليه الأدلة الصريحة الكبيرة السلام عليكم ورحمة الله. أما زيادة وبركاته وإن وردت في بعض الأحاديث، فإن أكثر أهل العلم لا يعملون بهذه الزيادة. نعم، طيب، بارك الله فيكم. يقول: بعد كل وضوء أصلي لله ركعتين، سواء كان ذلك الوقت وقت نهي أو غير نهي، عملا بما ورد عن أحد الصحابة الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه عندما رأوه في الجنة، فقال لا أتوضأ إلا وصليت ركعتين لله، فهل يجوز لي أن أصلي إذا توضأت ركعتين حتى لو كان الوقت وقت نهي؟ نعم، هذا الحديث ورد عن بلال رضي الله عنه، هو حديث صحيح. سنة الوضوء ثابتة، وأداؤها في غير وقت النهي هذا لا خلاف فيه أنه مستحب، وأما أداؤها في وقت النهي فهذا محل خلاف. فمن العلماء من يرى أنها لا تؤدى في وقت النهي أخذا بعموم النهي، ومن العلماء من يرى أنها تؤدى في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب عندهم تفعل في أي وقت عند وجود أسبابها، كركعتي الطواف، تحية المسجد إذا دخله للجلوس فيه، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة. يقولون هذه ذوات أسباب تفعل عند وجود أسبابها، لأن الشارع علقها بهذه الأسباب فتفعل. ومن ذلك سنة الوضوء، فإنها من ذوات الأسباب، فإذا فعلها الإنسان فلا حرج عليه في ذلك. إذا فعلها في وقت النهي أخذا بهذا القول فلا حرج عليه في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع ها ميم عين الدوسري بعث يسأل ويقول: إنني أعمل في إحدى الدوائر الحكومية، وفي المدينة التي أعيش فيها العمل يمنح لكل شخص متزوج بيتا للسكن، وذلك بأن يستأجر للشخص منزلا ويدفع الثمن لصاحب المنزل من قبل العمل، وأنا أعيش مع أهلي جميعا أنا وزوجتي ولا أريد الخروج عنهم، فهل يجوز أن أستغل هذا السكن وأطلبه ولا أسكن فيه، علما بأن هذا البيت يكون ملكا لأخي البيت الذي أسكن فيه أو أحد أقاربي، واشترط علي بأن أخذ أكثر من نصف الأجار مثلا، فهل يجوز ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا حسب النظام. إذا كان النظام يسمح بهذا، أن تأخذ البيت وأنت لست بحاجة إليه فتؤجره أو تسكن فيه من شئت من أقاربك، إذا كان النظام يسمح بهذا فلا بأس. أما إذا كان النظام لا يسمح بهذا وإنما يشترط أن تكون محتاجا إلى البيت وأن تسكن فيه، فإن هذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول: لي قريب غائب وله أولاد، وقد اتفقت أنا وإخوتي وأقاربي بأن نجعل من رواتبنا كل شهر 100 ريال بما يسمى القبطة، وأنا متكفل بجمع هذه الفلوس عندي حتى عودته، فهل يجوز إذا احتجت أن أخذ من هذه القبطة وأرجعه عندما أحصل على الراتب، أي أتسلف منه أو أسلف أحدا منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذه أمانة عندك ولا يجوز لك أن تتصرف فيها وأن تأخذ منها شيئا، لأنها أمانة ووديعة عندك لأصحابها وأنت مستحفظ عليها، الواجب أن تحفظها، وإذا احتجت إلى نقود أن تقترض من إخوانك، تقترض من أحد إخوانك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن إخوة بعثوا برسالة، يقول فايز حديد سعد ومحمد صالح أحمد العساني يسألون ويقولون: قال ابن عباس رضي الله عنه في حديث ما معنى إن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخر الحديث، هل هذا الحديث مختص بالرسول أم عام للأمة؟ وضحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرا. أما ما مضمون الحديث وهو أن النميمة من أسباب عذاب القبر وعدم التنزه من البول من أسباب القبر، هذا عام، هذان السببان باقيان وعامان يدلان على أن النميمة
من أسباب عذاب القبر، وأن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر الله العافية. وأما العلم بذلك، العلم بذلك ومعرفة أن الميت يعذب في قبره، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أطلع عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خاص به. نعم، قد يطلع الله بعض الناس على أحوال الميت في القبر، قد يرى شيئا من عذاب القبر أو نعيم القبر، لكن ما ورد في هذا الحديث هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في أي يوم أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز الاحتفال بهذا اليوم؟ نعم، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في القرآن، وهذا ثابت بالكتاب والسنة ويجمع المسلمين، الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة، والعروج به إلى السماء ورجوعه إلى مكة في نفس الليلة، هذا ثابت بالتواتر وهو من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما تحديد الليلة التي حصل فيها هذا الحدث العظيم فإنها لم تتحدد ولم يدل دليل على تعيينها، وإنما الثابت أن هذا حصل قبيل الهجرة، قبيل الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يحدد هذا في ليلة معينة، وهذا مما يدل على أنه لا داعي إلى معرفة هذه الليلة، لأنها لو كان يتعلق بها حكم شرعي لبينها الله سبحانه وتعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن الاحتفال بها بهذه المناسبة بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابته الكرام ولا القرون المفضلة. الاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج، والاحتفال بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بمناسبة ليلة النصف من شعبان أو ليلة القدر، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: امرأة وضعت مع خالي من جدتي حوالي سنة، فهل تكون هذه المرأة محرما لي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا رضعت من جدتك 5 رضعات أكثر في الحولين فإنها تكون خالة لك من الرضاعة، تكون خالة لك من الرضاعة، وتكون أنت محرما لها، قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة مطولة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أخوكم ميم قاف شين مصطفى الشيخ. أخونا رسالته كلها حول الحج، وملخص ما فيها أنه يريد أن يحج كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع متمتعا، وهو يقيم حين كتب الرسالة في الدمام، فماذا تقولون له شيخ صالح؟ جزاكم الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا بين العمرة والحج، لأنه قد ساق الهدي معه من المدينة، ومن ساق الهدي من خارج الحرم فإنه يجب عليه أن يقرن بين الحج والعمرة أو أن يحرم مفردا، وإنما التمتع خاص بمن لم يسق الهدي، والتمتع معناه أن يحرم بالعمرة من الميقات، ثم إذا أداها عند وصوله إلى مكة يتحلل من إحرامه، فإذا جاء الحج يحرم بالحج من مسكنه في مكة، هذا هو المتمتع الذي أدى العمرة على حدة وأدى الحج على حدة في عام واحد، ويجب عليه الفدية. أما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج معا بنية واحدة من الميقات، ويبقى في إحرامه إلى أن يذبح هديه يوم العيد، وتدخل العمرة الحج في حقه، ويجب عليه الفدية لجمعه بين النسكين. فالتمتع أفضل الأنساك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، وتمنى أن يكون معهم في ذلك، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، في رواية: لا أحللت معكم وجعلتها عمرة. هذا دليل على أن التمتع أفضل، لكنه ليس الذي أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أحرم قارنا بسبب التمتع، بسبب الهدي، بسبب سوق الهدي. جزاكم الله خيرا. ثم ماذا يفعل بعد ذلك شيخ صالح؟ لنفترض أنه أحرم متمتعا، فأحرم من الميقات وأتى بالعمرة، ثم يحرم بالحج في يوم التروية أو في يوم عرفة، ويخرج للحج ويؤدي المناسك، الوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار والمبيت في منى ليالي أيام التشريق، ورمي
الجمار وطواف الوداع في النهاية. طيب جزاكم الله خيرا. من أراد الحج شيخ صالح بماذا تنصحنا؟ من أراد الحج فإنه ينصح بالتوبة إلى الله عز وجل واختيار النفقة الطيبة في حجه. نعم. وضبط الحقوق التي له والتي عليه. طيب. بأن يبين ما له وما عليه ويثبت ذلك في أوراقها وفي دفتره. طيب. ويصيبه. طيب. وعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى واختيار الرفقة الصالحة، وعليه بالتقيد بأحكام الحج وأداء مناسكه على الوجه المشروع مع الإخلاص لله عز وجل، وأن يلتزم بطاعة الله ترك معصية الله في الحج وفيما بعد الحج. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تنصحونه بقراءة معينة، بقراءة كتاب معين حتى يعينه على أداء النسك أداء صحيحا؟ إن كان يحسن القراءة فليختر من المناسك المقتصرة المفيدة ويقرأ فيها، وهي كثيرة ولله الحمد. طيب. وميسرة. طيب. وإن كان لا يحسن القراءة فعليه أن يسأل أهل العلم. طيب. وعليه أن يرافق من عندهم معرفة وخبرة بأداء المناسك. نعم. ليقتدي بهم. طيب. نعم. من حج مع الناس وفعل كما يفعلون شيخ صالح، ما هو حكم حجه؟ حجه صحيح الحمد لله. إذا حج مع الناس ونوى الحج وأحرم به ومشى مع الناس وأدى المناسك مع المسلمين فإن حجه صحيح. طيب. نعم. هناك أناس يسألون عن القران والتمتع والإفراد، وما الفرق بينها، وهل هناك أفضلية أيضا؟ ومع العلم أنكم أشرتم إلى أن التمتع هو أفضل الأنساك. نعم، الأنساك ثلاثة. طيب. التمتع والقران والإفراد. طيب. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات الذي يمر به، ثم إذا وصل إلى مكة يؤدي مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه، ثم إذا جاء موعد الحج أحرم به، خرج إلى عرفة والمشاعر وأدى المناسك كما أمر. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، يقرن بينهما بنية واحدة، فإذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ويبقى في إحرامه لا يتحلل منه، وإن شاء أن يسعى بعد طواف القدوم سعي المقدم، سعي الحج والعمرة مقدما له ذلك، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة، المهم أنه يبقى في إحرامه ولا يتحلل إلى أن يحج، أن يخرج للمشاعر في وقت الحج ويقف في عرفة ويؤدي المناسك. فإذا كان يوم العيد ورمى الجمرة وذبح هديه فإنه يحلق رأسه ويتحلل من إحرامه، ثم يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. هذا القران. طيب. ومعناه أنه قرن بين العمرة والحج في نسك واحد، في سفر واحد. طيب. ودخلت عمرته في حجه، فصارت أعمال الحج تكون للحج وللعمرة معا. وأما المفرد فلا يختلف عمله عن القارن. طيب. يحرم بالحج مفردا من الميقات، إذا وصل إلى مكة طاف للقدوم، وإن شاء سعى ويبقى على إحرامه كالقارن سواء. طيب. إلى أن يأتي موعد الحج ويؤدي الحج ثم يتحلل من إحرامه كما سبق، إلا أنه ليس عليه فدية. الفرق بينه وبين القارن أن القارن جمع نسكين بنية واحدة، والمفرد نوى نسكا واحدا وهو الحج. هذا من ناحية. نعم. الناحية الثانية أن القارن عليه فدية والمفرد ليس عليه فدية. نعم. وبالنسبة للمتمتع جزاكم الله خيرا. نعم. بالنسبة للمتمتع هل عليه الفدية أو لا؟ شك. الأصل هو الأصل في الفدية. بارك. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المتمتع عليه فدية، وهذه الفدية ليست جبرانا وإنما هي نسك. نسك من مناسك الحج. نعم. وهي شكر لله سبحانه وتعالى حيث يسر له أداء نسكين في سفر واحد وتحلل بينهما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد